هذه الانطلاقه المباركه لهذا العمل التشاركي. الاختيار كان pour l'association espagnole de la presse sportive AEPD représentée par son premier vice-président Jesús Álvarez ou le représentant merci ou le représentant bien sûr de l'association portugaise de la presse sportive monsieur Manuel Queiroz. على اعتبار السياقات الزمنية وعلى اعتبار أنه يؤرخ للحظة قوية، لحظة التي تتوحد فيها الجمعية الثلاث، الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والجمعية الإسبانية للصحافة الرياضية والجمعية البرتغالية للصحافة الرياضية لوضع هيكل لعمل مشترك يهدف إلى كثير من الأشياء، أولها وفي طليعتها بطبيعة الحال هو مساندة دولنا الثلاث في تنظيم واحدة من أجمل وأخلد وأمتع نسخ كأس العالم. وأنتم تعرفون، نحن نعرف جميعا على أن واحدة من رافعات هذا النجاح التاريخي لأي نسخة من نسخ كأس العالم هو الإعلام. إذا هدفنا الأساسي هو أن نساهم كإعلاميين رياضيين عبر منصاتنا الثلاث، عبر جمعياتنا الثلاث، في إطراء هذه المواكبة وهذه الملاحقة، وأيضا التأثير بشكل إيجابي في منظومة الاشتغال لدولنا الثلاث لتنظيم هذا الحدث الكروي الكبير الذي يجمع لأول مرة في احتفال كأس العالم بمئويته الأولى بين ثلاث دول من قارتين مختلفتين. وأيضا أننا نحاول قدر ما نستطيع عبر هذا العمل الذي سيتواصل على مدى هذه السنوات الست من هنا إلى انعقاد كأس العالم على استدامة النجاح وأيضا الحفاظ على الإرث الكبير الذي سيخلفه تنظيم هذه كأس العالم. فكرة خلق هذه اتفاقية الشراكة ما بين الجمعيات الثلاث انطلقت بسانتا سوزانا عند انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، طرحنا الفكرة فيما بيننا. بداية نحن إزاء لحظة تاريخية، لحظة تؤرخ بالفعل لهذا اللقاء ما بين الجمعية الثلاث، الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والجمعية الإسبانية للصحافة الرياضية والجمعية البرتغالية للصحافة الرياضية، بهدف أننا نوحد الجهود ونوحد ايضا خطط العمل ونوحد ايضا المرامي والمقاصد الهادفه بالاساس الى اننا نساهم جميعا في انجاح الحدث الرياضي الكوني الذي تنتظره دولنا الثلاث وينتظره العالم مجسدا في نهائيه كاس العالم. النسخه التي ستحتفل باول مئويه لكاس العالم ستنظم هنا يعني في دولنا المغرب اسبانيا والبرتغال. تنظيم ثلاثي لكاس العالم له الكثير من الدلالات، له كثير من الرمزيات، يجمع ما بين حضارات دول تجاورت فيما بينها، يجمع بين دول تنتمي لقارتين مختلفتين، وأيضا يجمع بين ثقافتين وحضارتين. فلذلك احنا سعداء بأننا نوقع مع الزملاء في الصحافة البرتغالية الصحافة الرياضية وأيضا الزملاء في الإعلام الرياضي الإسباني لهذه الاتفاقية ديال الشراكة اللي إن شاء الله غيكون الهدف الأول ديالها هو الأساس وتبادل الخبرات ما بين الجمعية الثلاث. غيكون ايضا من الاهداف ديالها اننا ننسق الرؤى ونوحدها في سبيل انجاح التنظيم والمواكبه بطبيعه الحال لنهايه كاس العالم، ثم في مقام ثالث اننا نمكن الاعلاميين الرياضيين الشباب من ان يستفيدوا، خاصه المغاربه، ان يستفيدوا من الخبرات الاسبانيه والبرتغاليه في مجال الصحافه الرياضيه لتاهيلهم وتكوينهم من الان ان شاء الله اللي يطلعوا بمهمه التغطيه المميزه لحدث تاريخي وكبير هو حدث كأس العالم 2030 بالمغرب إسبانيا والبرتغال. Profonde conviction est que cette Coupe du Monde deviendra quelque chose de plus grand qu'une Coupe du Monde.
parce que ce sont trois pays, deux continents, mais des peuples qui se connaissent, qui ont une histoire commune, qui, et qui veulent vraiment faire de cette Coupe du Monde quelque chose de très différent de tout ce qui s'est fait. Le Portugal, pour ma part, le Maroc, l'Espagne, les journalistes sportifs ont cette responsabilité de raconter, de se préparer pour raconter au mieux tout ce qui va se passer avant et durant la Coupe du Monde, et même après. Et c'est une mission, c'est une responsabilité très importante que je crois que ces efforts de nos trois associations vont permettre d'être plus fructueux parce que l'union fait la force, trois têtes pensent mieux qu'une et qu'on veut vraiment que ça soit 2030 quelque chose d'unique.